في انعقاد الندوة الوطنية للجامعات اللي كانت عن طريق ولاية عنابة، ولكن عن طريق التحضر المرئي عن بعد لمؤسسات من مؤسسات الغرب ومؤسسات الوسط مؤسسات. والآن اليوم نتكلم عن التقييم الجامعي للسنة الجامعية 2021-2022، وتكلمنا كذلك على كل التحضيرات اللي نقوم بها في إطار تحضير السنة الجامعية 2022-2023 من كل جوانب تاعها، كان الجانب البيداغوجي، الجانب البرامج، جانب التهيئات البيداغوجية والخدماتية، وكل كذلك جانب تحضير لحاملي شهادة البكالوريا الجدد لأن ننتظر النتائج النهائية اللي تكون إن شاء الله اليوم اللي تعطى من طرف وزارة التربية الوطنية، وهذا يعطينا فرصة باش نحضر كل الإمكانيات لاستقبال هاد الطلبة الجدد هاد وحاملي شهادة البكالوريا. نتمنى لهم كل التوفيق. هادو الأمور، وكل يوم فيه مداخلات كثيرة كل ما يتعلق بتقييم القطاع، كانت عن طريق الإدارة المركزية وكل المستويات تاع الإدارة المركزية، وكنا كذلك عن طريق الندوات الجهوية للجامعات الثلاث، لأن كنا قدمنا أو نظمنا ندوات جهوية لكل من الشرق الغرب والوسط، وكنا خرجنا ما هم الانشغالات وما هم النقائص اللي ظهرت خلال السنة الجامعية، وكذلك ما هم الآليات اللي ناخذهم في هذا الإطار للسنة الجامعية المقبلة إن شاء الله. وكذلك مدام الشركاء الاجتماعيين حاضرين في هذه الندوة الوطنية للجامعات، هذا فرصة لنا باش نسمعوا لتقييم للأداء الجامعي خلال السنة الجامعية من طرف الشركاء الاجتماعيين. وحتى قمنا بتقديم دراسة علمية للتقييم الجامعي لهذه السنة عن طريق الآليات اللي نستعملها الآن لزونكات سور تيران، وهذو لزونكات درناهم دراسات عن طريق الأساتذة وعن طريق الطلبة، طلبنا منهم أعطونا رأيهم على التقييم لهذه السنة الجامعية 2021-2022، وعطونا الرأي تاعهم وشفنا ما هم الإيجابيات وشفنا ما هم السلبيات، وهذو هما الآن الهدف تاعنا هو أخذ بعين الاعتبار كل هذه السلبيات عن طريق أجهزة اللي تأخذ بعين الاعتبار للسنة الجامعية المقبلة إن شاء الله باش نحسنوا الأداء البيداغوجي، وهذا هو اللي مطلوب منا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فيما يخص السؤال الأول، احنا ما عندنا مشكل مع الأساتذة، وخاصة كنا تكلمنا على ترقية الأساتذة والعمل اللي قمنا به عن طريق الرقمنة، وشفنا باللي في انخراط أكبر لأساتذة التعليم العالي في الرقمنة، وهذا كان حاجة إيجابية للقطاع وحاجة إيجابية للأساتذة. الآن الأساتذة هم رمي الطرح، ومن يكون عندهم انشغالات كنت تكلمت ساعة ماذا بينا احنا من انشغالات من طرحوها، لأن رانا مع النقد البناء، النقد الموضوعي إذا فيه أمور سلبية ما نقولوا باللي ما كانش كل شيء إيجابي، كاين أمور إيجابية وكاين أمور سلبية، ولكن احنا اللي يهمنا لبغينا نحسنوا الأداء هو نتحكموا في الأمور السلبية ونحسنوها جميعا، أي بالمساهمة للجميع، لأن قطاع التعليم العالي يعتمد على كل الأسرة الجامعية، كانت من أساتذة طلبة وعمال ومسيرين، كلهم هادو يساهموا في تطوير الأداء البيداغوجي والإداري. فيما يخص النقطة الثانية، تكلمت لي على التدفق الانترنت، كنا خدينا بعين الاعتبار هذا الانشغال في آخر سنة 2020، وقلت باللي في ان شاء الله في هذه السنه بنوصلوا الى رفع، رانا كملنا كل الاجراءات باش نوصلوا الى رفع الانترنت اللي 10 مرات في المؤسسات الجامعيه، كانت في الجامعات ولا المراكز الجامعيه او ما يتعلق بالمدارس العليا، كل هذا بيمر الى 10 مرات، وقلنا بدايه من 1 جانفي 2023. الان رانا نحضروا في كل الاجراءات لان فيها اجراءات طويله طلبت منا وقت كبير، ولكن وصلنا الى النتيجه الان باش نمروا الى رفع التدفق، وكنت تكلمت عليه من قبل. شكرا. كنا تكلمنا بوصولي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كانت هذه تشغيليه حاملي شهادة الدكتوراه كانت مطروحة بإلحاح، كانوا الطلبة حاملي شهادة الدكتوراه كانوا يطلبوا
مناصب عمل، وحنا كنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت مناصب عمل بعدد 2000 منصب كل سنة لخلال سنة 2020 2021 وحتى 2022، ولكن هذا ما ياخذش باعتبار كل المتخرجين، لأن العدد تاع المتخرجين يفوق 4000 متخرج بحال شهادة الدكتوراه لكل سنة. ولهذا فكرنا في آليات أخرى باش نسمحوا لحاملي شهادة الدكتوراه باش يتوظفوا في إطارات أخرى، أي يتوظفوا خارج القطاع الجامعي والبحثي، ويكونوا في مؤسسات الوظيفة العمومي، مؤسسات إدارية، ويكونوا كذلك في مؤسسات اقتصادية. وكنا بتنسيق مع وزارة العمل ومع الوظيفة العمومي خرجنا بمقرر اللي يسمح لهم باش ينجموا يتوظفوا في كل المستويات ويكونوا في أعلى منصب للوظيفة العمومي كحاملي شهادة الدكتوراه. والآن احنا كمبادرة أولى قمنا بها في وزارة التعليم العالي، وهو 250 منصب فتحناها لسنة 2022 لحاملي هذه شهادة الدكتوراه باش يتوظفوا في إدارة الجامعات. حنا الآن رانا ندرسوا في أولا في المدرسة العليا للرياضيات نسبة النجاح 52% باش يكون فيه الأمور تكون واضحة، نسبة النجاح فيها 52%. ومازال ندرسوا الطلبة اللي نجحوا، كان عندهم مادة إقصائية، كلفنا الهيئات البيداغوجية والعلمية لهذه المؤسسة باش تدرس هذه الشريحة اللي عندهم معدل النجاح ولكن عندهم مواد إقصائية. ولكن كما كنت تكلمت في المداخلة، السنة الأولى صعبة في كل المدارس، لكل المدارس، وهذه عبر العالم ماشي خصوصية جزائرية، في كل مدارس السنة الأولى فيه رسوب وفيه ديزابوندون، كاين الناس اللي ما تجمش تتبع هذا التخصص. ولهذا احنا يبدأ التحكم بعد اختيار الاختصاص ابارتير دو لا تروزيام، يعني بعد بدايه من السنه الثالثه وين الطالب بيكون اختار الاختصاص تاعو، نسبه النجاح تكون اعلى نسبه وتوصل حتى 100% في كل المدارس العليا.